أهلا بعودتك يا مميل. أهلا رونيان، اشتريت لك هدية. رائع، سترة من رويال وودز. أخذتها من جاسس جيمز أند جروب. آسف إن كانت تبدو رائحتها كالثوم. أفضل من رائحة الكلب. شكرا. رونيان، سمير يتصل بك. سأتصل به لاحقا. من هو سمير؟ إنه من مجموعة أصدقاء رونيان الصغيرة. إنهم متقاربون جدا. هذا لطيف للغاية. رائع، أود مقابلتهم. لا لا، هذه العطلة لك فحسب. هيا لنعرف مستجدات بعضنا. لا 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 لا. صحقاً. أجل، ما زلت الأفضل. أتلعب ثانية؟ ربما لاحقاً، لنذهب ونرى المدينة. لا شيء لتراه، مباني طويلة وسيارات ومترو أنفاق فقط. عزيزتي، هناك ما هو أكثر من ذلك. عليك أن تري لينكن المكان. نفذي الأمر. تعلمين أننا سنواصل الحملقة حتى توافقي. حسناً. هيا يا فريدا، لنرى ما لديك. وهذا مبنى، وهذا آخر. وهذا مبنى أطول أيضاً. جولة رائعة. أهلاً رونيان. هؤلاء الأطفال ينادونك. ألم تسمعين؟ ها، بالطبع لا. أهلاً، أنا لينكن. واثق أن رونيان حدثتكم عني. في الواقع لا، أنا كيسي، وهذا مير، وهذا نيكي. وكيف تعرف سانتياغو؟ جزء من ماضي العثير والصعب. الشيء الذي كان عصيباً هو جولة المهرجان التي جعلتنا نتقيأ كل غزل البنات. يجب أن نذهب. أتريدون مرافقتنا؟ بالطبع. رائع. بالتأكيد. ماذا تفعلين للاستمتاع في هذا الشارع؟ شارع 300؟ ما هذا؟ غلطتي، آسفة يا لينك. الحمام هنا مجنون. أليس مجنوناً كما في المدينة؟ ماذا تعني؟ لست من أقوى. بدوت ساخناً. أهلاً في الطابق العلوي، لا تنسوا أخذ صورتكم في طريق الخروج من هنا. هذا المنظر خلاب. لا يصل أطول مبنى لدينا إلى هذا الطول، لكن يطل على منظر جميل لمزرعة صديقي ليام للدجاج. لم أسمع عن مزرعة دجاج في المدينة. أنا لا أسكن في. انظر منطاد. لقد فاتك. هيا يا رونيان، المكان بارد جدا هنا. ألا تريدين ارتداء سترتك؟ لا، أنا بخير. إذا هل أقترضه؟ أشعر بالبرد. لا، أنت بخير. دعيني أقترضه. هاي، ما خطبك يا لينكن؟ لقد فهمت ما يجري. كذبت عليهم وأخبرتهم أنك من شمال المدينة. ماذا؟ هذا سخيف جدا. لست غبيا. هل تشعرين بالخزي لأنك من رويال وودز؟ أغلقي الموضوع يا لينكن. حسنا، افعلي ما يحلو لك، لكنني لن أكذب بخصوص من أين جئت. لما تفسد كل شيء بحياتي؟ لم أطلب منك المجيء إلى هنا أصلا. أنت محقة، ربما سأرحل فحسب، ولكن ذلك بعد التقاط الصورة الهدية. لينكن، لا يمكنك الرحيل. لم أكن أعني ما قلته لك، بل أريدك هنا. لا أفهم لماذا لا تريدين إخبار أصدقائك أنك من رويال وودز. لا أدري، ربما أريدهم أن يظنوا أنني مدنية حتى يصادقوني. إن كانوا أصدقائك حقاً سيحبونك لشخصك وليس لمسقط رأسك. أظنك محقاً. شكراً يا لينكن. هيا، علينا إعادة اليوم. نقوم بفحص الباب الأسبوعي وفشل هذا. هل يمكننا إعادة تصوير صورة المجانية؟ لم تكن بهذه الروعة. بالطبع، لكن سأفعل أمراً آخر أولاً. هاي، هل يمكنني التحدث؟ لم أكن صادقة معكم، لست من المدينة. أنا من بلدة تدعى رويال وودز، كلانا من هناك. آسفة لأنني كذبت، سأتفهم إن لم ترغبوا بصداقتي. بالطبع أنت صديقتنا. أجل، لا نهتم. أعني، نحن من كانساس. مهلاً، ماذا؟ كنت أمزح معك. حقيقة. حسناً، ما هو أكثر أسرارك إحراجاً؟ حسناً، أكثر أسراري إحراجاً هو أنني المقزز المجهول. رحيل، جعلت الحافلة مقززة. أشم هذه الرائحة أحياناً. لن آكل رغيف اللحم مجدداً. حسناً، سمير، حقيقة أم تحدي؟ تحدٍ. أتحداك أن تركض. بالعكس، حتى دوراني المقبل.
أسفني يا آليا الإفطار. سأعد إفطارا جديدا. يا آليا الإفطار، هل لديك واي فاي؟ أريد التحدث إلى برسلة. ابتعد، استخدم هاتفك الخاص. لا أستطيع، لقد حجبت رقمي. حسنا، حقيقة. لنرى، فلتخبرين بأكثر أسرارك إحراجا. حسنا، الأسبوع الماضي حلمت أنني تزوجت أرتميس من نادي الكفاح. هل كنت هناك؟ لقد كان حلما سخيفا، رجاء أن لا تخبر أحدا به. هذا بالطبع يا روني آن، هذه هي قوانين اللعبة ويجب أن نلتزم بها جيدا. فلجات. انظروا يا رفاق، ها هي العروس. هو أرتميس ينتظرك هنا. ما الذي يحدث؟ هل هذا حمام؟ عروس هاربة. سيد، أنت من قمت بنشر كل أسرارنا. كيف جرى؟ هذا خطأ. سأنتقل لمدينة أخرى. ماذا؟ أنا لست الفاعلة إطلاقا، هذه شفاء مغلقة. ولكنك أنت الوحيدة التي لم تشعر بالإهانة بسبب أي سر محرج. لأنني اخترت التحدي فقط في اللعبة، لن أخون ثقتكم أبدا. سأرحل، تأخرت على درس الرقص. معي لك رسالة من سيد. عزيزتي روني آن، أنت محقة، أرسلت تلك الرسائل وأنا نائمة. سأعوضكم وسأخبر الجميع بأكثر أسرار إحراجاً، وهو سيء لدرجة أنه سيكون علي الاختباء وتغيير اسمي. لطالما أحببت اسم هوليو، وداعاً للأبد، صديقتك هوليو تشينغ. على الأقل اعترفت أخيراً. يا آلي، لدي رسالة أخرى لأرسلها لبرسلة. سيد تشينغ تغير اسمها إلى هوليو. لحظة واحدة سيرجيو، أنت تعبث بآلي الإفطار. يعبث بي طوال الأسبوع. ويا آلي الإفطار، لقد كنت معنا في اللعبة أيضا. سيرجيو، لقد قمت بتعطيل آلي الإفطار، وكان يقوم بإرسال أسرارنا وليس سيد. إن الوقت تأخر. أحسنت يا مخ العصفورة. هذا يعني أن سيد بريئة وأنها ستحرج أمام المدرسة بأعمالها. أهلا يا طلاب، أعلن أنا سيد ني تشينغ أنني سوف أخبركم الآن بأكثر أسرار إحراجا. سيد أدري، لدي وحمة على قدمي تشبه إبراهام لينكولن، أتحدث إليها أحيانا وترد علي أحيانا. صباح الخير يا سيد. إن هذا فظيع وهذا خطأنا. لا أستطيع المشاهدة. أمرك بسيط يا سيد، أتعرفين ما المحرج؟ أنني أحياناً أرقص هكذا. وأنا ما زلت أحمل بلانكي ولن أغسلها من قبل. أستخدم المايونيز لحيوية شعري. لدي إصبع غريب للغاية. أحمل عيئاً به أسناني تحت قبعتي. يا رفاق، لماذا فعلتم هذا؟ اكتشفنا أنك لست المتصلة المجهولة. سيرجيو عبث في آلي الإفطار ففضحت أسرارنا وأخطأنا باتهامك. أخطأنا؟ أسفون. أخطأنا. أيمكنك مسامحتنا؟ ما رأيك يا إيب؟ لقد سامحتكم. شكرا يا سيدي الرئيس. مهلا باجة. معذرة يا أنسة سرينيفاس، يبدو أن هناك خطأ بسيطا في تقييمي الأكاديمي، أرجو أن تصححي هذا الخطأ لأغادر بسعادة. لكن يا ليسا، هذا ليس خطأ، رسبت لأنك لم تعقدي ولو صداقة واحدة في الصف. أفضل أن أعتبرهم مجرد زملاء عمل، وأحيانا فئراني تجارب. انظري كيف أغير النتيجة. في المستقبل عندما أمثل الأرض في مجلس الكوكب الكوني، سيكون من المحرج جدا أن أكون قد حصلت على علامة رسوب. اسمعي، إن عقدت صداقة سأزيد علامتك. تم، هنا، لقد صنعت واحدا. انظري إلى آلي الصداقة رقم 1000، يحضر كل شيء. شكرا لك يا صديقي، ويستطيع أيضا تجميد علب العصير بنظرة.
لا لا يا ليسا، لا آليين بل بشر فقط، وأفضل زملاء صفك. أنت صارمة حقا. حسنا، سأصادق بشريا. كيف يفعل المرء ذلك الشيء؟ لا، ليس بيتي ويمبل يأكل المعجون، ليس شارلوت يانغ، إنها تعود. دارسي هارمن دولار مناسبة. مرحبا يا دارسي، لقد لاحظت أن حذائك الرياضية يضيء، مع أنه ليس مجديا إلى أني أحييك على غرابته. حقا، شكرا يا ليسا، أحببت حذائك، إنه يذكرني بحذاء جدي. الإطراء تم. تقديم، يبدو أن مادة البحث تتقبل فكرة مصادقتي. مرحبا، هل تودين أن تشاركيني في ممارسة الرياضة؟ بالتأكيد، أتحبين الأرجوحة؟ لم أسمع بها، ولكن لما لا؟ أليس ممتعاً؟ ملاحظة، إن مادة الاختبار تشير إلى تعزيز الصداقة أكثر. سأذهب قليلاً. تذوقي شطيرة الأعشاب، غنية بالفوائد وبلا طعم، ولهذا يسهل ابتلاعها. حسناً، شكراً يا ليسا. إنها طرية. ياه، أرى أن لدينا اهتماماً مشتركاً بزرافة كاميليوبارديس. تقصدين رافو؟ ألديك زرافة محشوة؟ لا، لكن لدي مخ زرافة منقوع بالفورمالين. تستخدمين كلمات غريبة. حسناً، إذن حان وقت المشاركة، من يريد أن يبدأ؟ أنا لدي ما أشاركه، إنها صديقتي ليسا. مشاركة رائعة يا دارسي، ومهارة اجتماعية رائعة يا ليسا، حولت علامتك إلى النجاح. مرحبا، صنعت لك هذا في حصة الأشغال. ما هذا القيد غريب الشكل؟ إنه سوار الصداقة، سأريك كيفية صنعه كي تصنعي واحدا لي. دارسي، يؤسفني أني لن أقدر على صنع الجوار. أعلم أنه صعب، سوف أساعده. لا 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 لا. انظري، أنت رائعة، ولكن إن أسلوب حياتي لا يشمل وجود أي أصدقاء. ولأكون صريحة، صادقتك لأحسن علاماتي في المهارات الاجتماعية، وبما أن هدفي قد تحقق، فأنا أرى أنه من الأفضل أن تذهب كل منا في طريقها. لكني أقدر مساعدتك طبعا، وإذا أردت صديقا آخر فسأقدم لك رسالة توصية. ما الأمر؟ هل دخل هذا الحمض المركز في عينيك؟ لا، لقد جرحت مشاعري. ياه. ليسا، لماذا قلت ذلك لدارسي؟ اسمعي يا أنسة، أتفهم أن الصداقة من المتطلبات الأكاديمية، بصراحة أنا لا أفهم الجدوى منها. لن تحصلي على العلامة الكاملة إلى أن تفهمي، أريدك أن تجلسي في كرسي التفكير وتفكري كيف عاملت دارسي. ليسا، ظننت أنك تريدين هذه. لماذا تعطينني إياها؟ بدوت حزينة، أردت أن أجعلك أفضل. ولكن لماذا تريدين أن تجعليني هكذا؟ هذا ما يفعله الأصدقاء لبعضهم البعض. هذا ما يفعله الأصدقاء لبعضهم البعض؟ هل تعذرينني للحظة واحدة؟ خلاصة البحث، لقد اكتشفت جدوى وجود الأصدقاء، ليس ترشيح مطلب أكاديمي أو إشارة مجموعة فضائيين، بل لأن الأصدقاء يجعلون حياتك أفضل. وسأعلمكم كيفية تعديل تاريخ الصلاحية. ها نحن، لقد أصبح صالحا. إن هذا مخالف. هل قلت أنكما تستطيعان طرح الأسئلة؟ الآن، هل أنتم مستعدان للعمل؟ بالتأكيد يا سيدي. جيد، وكحافز إضافي فإنني سأقوم بترقية من يقوم بالعمل الأفضل إلى مدير، وسأكون في الخلف، لكن عيني وأذني بكل مكان، لذا فلتعمل بجد. ولكننا فريق، ولن أكون المدير. ولا أنا، نحن شريكان. نعم. حسناً، نسيت شيئاً، المدير يحصل على كمية من أكواب فليبي المجانية. أكواب مجانية، من يهتم؟ نعم، أي فريق سنكون إن كنا سنسمح لكمية أكواب مجانية من أحلى وألذ وأطيب؟ ماذا قلت؟ لن نسمح لشيء بأن يقف بيننا. صحيح،
لقد قررت من منكما سيترقى إلى منصب مدير. من؟ من هو؟ كلاكما يؤدي عملا جيدا، لكني سأعطي الأفضلية ل ماكبرايد. رائع! أنا أهنئك. عرفت أنك تنافسني. وأنت نافستني، قمت بأخذ العمل من يدي يا منتزع العمل. أنت من تباهى بتنظيفه الحمام، هذه هي الحقيقة. فعلت هذا خدمة لزبائننا ولن أعتذر لك. الآن أرجو المعذرة، سأملأ الكوب بكمية مجانية عدة مرات. هذا ليس عدلا يا فيليب، عملت بجد مثل كلايد. الكوب من حقي. أنا أفهم ما تعنيه، لكن تعلم يوجد هناك وظيفة شاغرة لمنصب المدير المشرف، يعني أن الكوب سيصبح له. لكن اثبت أنك تستحق المنصب. كيف أثبت؟ سأفعل. لقد وجدت العطل. إنه جورابي المفقود. يجب ألا نضيع الجبنة. عذرا منك، لقد حدث تغير. قل مرحبا لمدير الإشراف الجديد. أنا أفهم ما تقوله. الحقيقة أن هناك وظيفة شاغرة أخرى، كبير المدراء المشرفين. سوف تستعيد كوبك. أطلب أي شيء، سأفعله. نعم، هذا رائع. سأدخل إلى الحمام. انتظر، أنا أيضاً، أعطيني المفتاح. آسف، أنا أولاً، ولا تنسى أنا أكون مدير الإشراف التنفيذي. نعم، لكني أكون كبير المدراء المشرفين، منصبي أعلى منك. لا. بلى، كان معي أولاً. هيا أنا أحذرك. كان معي. كان معي. هذا مستحيل، نفذ صبري. أنت مطرود. لا يمكنك طردي، أنا أطردك. نعم، بالتأكيد سنذهب للصيد. لدي متدربان يعملان بجهد للحصول على ترقية. هو من أجل الحصول على أكواب مجانية. يا للعجب، فليب يسخر منا؟ أنا آسف لينكن، سمحت لفليبي أن يقف بطريق صداقتنا. وأنا أيضاً يا كلايد، هل يمكن أن نعود شريكين مرة أخرى؟ بالتأكيد صديقي. بصفتنا مديرين، فكاميرات مراقبة المتجر تحت تصرفنا، ونكره أن ينشر هذا بالإنترنت. حسناً يكفي، ماذا أفعل لأتخلص من المشكلة؟ أفعل أي شيء. أهلا أليسا. أميغا، مر وقت طويل منذ آخر مرة عملت معك في عرض GLC. عرفت أننا سنلتقي. أنا سعيدة لأننا تقابلنا وسنتحدث سويا. لا وقت للحديث، هذا أكثر أوقاتها ازدحاما. توقيعات كثيرة، ملابس لتختارها، شورت فضي أم ذهبي؟ ذهبي. وصور مع حبوب إفطارها. واو، إن هذا الجدول مزدحم. بل إنه مزدحم للغاية. سعيدة بمسيرتي المهنية، لكنني أشعر بالتعب. شاي الظهيرة المهدئ، 30 ثانية. استرخي. أوكي يا أليسا، وقعي على كعكتي. كيف جئت إلى هنا؟
أفتقد الوطن، طعم أمي بالكثير من الليمون، صوت الكومبيا في المنزل، وأيضاً رائحة جدي وجدتي معاً. يبدو أنها فرصة سانحة لصديقتها المقربة. يمكنك شم جدي وجدتي. اسأليها بشكل طبيعي. يعني لما لا تأتين للغداء مع عائلتي؟ حقاً؟ بالطبع كالأصدقاء. أنا موافقة، أنت حقاً لطيفة جداً، لكن كيف سنهرب من بلايز؟ أليسا؟ يا أبوالا، أيمكنني دعوة صديقتي على الغداء؟ بالطبع يا عزيزتي، نرحب بالجميع. أليسا؟ أهلاً يا عائلة كاسا جراندي، سعدت برؤيتكم من جديد. آسفة، هل هذا تستاذ ديسافيتشي؟ بالطبع يا عزيزتي، تفضلي، سأحضر لك طبقاً. شكراً، سافيتشي هو طبقي المفضل. لذيذ جداً. بحضور صديقتك المشهورة للمنزل، ستكونان صديقتين مقربتين. هذا رائع حقاً، لكن يجب أن نعود للفندق، بليز سيفقد عقله. مستحيل، لن أعود أبداً، سأعتزل الغناء للأبد. ماذا؟ أليسا، طائرتي. وفقدت الوعي. كارلوتا، كارلوتا، استيقظي، هل أنت بخير؟ أليسا؟ كابوس غريب، كنت تقولين إنك ستعتزلين الغناء. هذا مضحك صحيح؟ ليس كابوسا، وجودي هنا ذكرني بالحياة الطبيعية، وأنا حقا أحب هذا، لذا سأعتزل. سأحضر أغراضي، صورة الحياة الطبيعية. أخرجت القمامة من قبل، لكنني لم أجد قطة في شعري. ابتعدي يا قطة. هذا غريب. كارل، ماذا تفعل هنا؟ هذا ليس وقت عودتك الآن. كارل، ماذا تفعل هنا؟ أصلح المكنسة الكهربائية. أصلحتها. ما الذي يحدث؟ هل تقصدون أن تصعبوا حياتي عمداً؟ أنا آسفة جداً يا أليسا، حاولت أن أجعل حياتك العادية أصعب حتى تعودي نجمة، لأنني فقط أردت أن أكون صديقة نجمة مشهورة. إذن كنت تستغلينني. أعتقد هذا، لقد كنت صديقة سيئة. خطأ، لم تكوني صديقة بالمرة. تهتمين بما تريدينه. سأغادر، سأجد شقة بمكان آخر. أليسا قالت إنها ستعتزل، هذا مضحك. ليست مزحة، ستعتزل بالفعل. سنرى ذلك. أليسا، انتهت الاستراحة، لكن الوقت يساوي المال. المسؤولون أمدوا الجولة الغنائية وسنطلق حبوب إفطار أليسا. أمامنا شهور من العمل الشاق. ماذا؟ شهور من العمل؟ أو ربما سنوات عدة. مستحيل، أليسا تقصد، قد استقالت. ماذا؟ لا يمكنها. إنها ليست سعيدة بالمرة، لن تعود ولن تقدر على إجبارها. إنها نجمة متألقة في عالم الغناء، هذا قدرها بالفعل. أعيديها الآن للجولة، وإلا سأمنعك من العمل في مجال التزيين ثانية. لا أهتم، كنت صديقة سيئة وأريد تحسين الوضع. أليسا تستحق السعادة، وهي تريد حياة عادية، وأنا سأدعمها. أسمعت المحادثة؟ سمعتها، شكراً لدفاعك عني. ستنجحين يا مارغو. ستدفعون ثمن ذلك. أحد لاعبي كانغروز مدين لي بمبلغ. الكرة الرابعة. وقت مستقطع. حسناً، لقد حان وقت خروجك. هولا، استعدي، سترمين. قائدة الفريق لين لاود تجري خامس تغيير للرامي. خرجت الكرة من الملعب. كفى. بيض مزارع طازج، أعني أواسيكي بطبق عجة. سأخذ بعضاً من روث الأبقار، الجرار يعمل بالروث.
ذلك. لحسن حظك بيسي أنتجت الكثير. سوف نقدمه لك في الحال. واو، آسف يا صديقتي. رائع يا ليم، لما لم يخبرني ستانكن أنك مدهش جدا في الرمي. لا أدري. هي، ما رأيك أن تلعب البيسبول؟ سوف يستفيد فريقنا منك. هذا ممتع، لكني لم أمارس سوى رياضة مصارعة الحيوانات. لا بأس، فسيكون لديك أفضل مدربة، وإن انضممت لنا فقد أصل لصدارة هذا الموسم. آسف على ذلك. تظاهر وكأنك تقذف بيروث الأبقار واستهدف البيضة. هذه منطقة الهدف السحرية. سرعتك مبهرة ولكن علينا تدريبك. كرة البيسبول مختلفة عن روث الأبقار، وأيضا رائحتها أفضل. لليسار. نحو اليمين. لا تفكر، ارمي فحسب. مرحبا في فريقنا يا بائع روث الأبقار. هذا الاحتفال يتطلب الغطس في الروث. مستعد لأول مباراة لك؟ أنا متوتر أكثر مما عزنت. عاني من الحزوقة، ولكن تذكر ما تدربنا عليه. لا تفكر وستنجح. ألقي الكرة. اللاعب المبتدئ لفريق كانغروز هو ليام هانيكات. يقال إن لين لاود وجدته في مزرعة وهو يقذف روث الأبقار، ولنرى ماذا سيفعل بكرة البيسبول. الهدف الأول. الهدف الثاني. الهدف الثالث. أخرج. غادر الملعب. الهدف الثالث. أخرج من هنا. فاز فريق كانغروز في أول مباراة لهم في هذا الموسم باكتساح بفضل لين لاود ولاعبها الرابح الجديد. أحسنت اللعب اليوم. على الرحب، شكرا لك. أنصتوا إلي جميعا، مباراة رائعة، لكن علينا مواصلة الفوز. هذا يعني أنه علينا العمل بكد. ليام، سترمي في كل مباراة. واو، يشرفني ذلك، وأتمنى ألا أخذلكم جميعا. لا يا بائع روث الأبقار، إننا نثق بك. معنى الصف الأول أننا سنجلس بمنطقة انفجار الإعصار وسنشعر بالانفجار. توقعات الطقس لإعادة التدوير. موتشاتشاز. واو، من تلك؟ أظنها مستأجرتنا. إنها سريعة ولديها حركات لا تورمنتا، وتستخدم عبارات لا تورمنتا. مهلا، أنا أظن أنها لا تورمنتا وتسكن هنا خلال الدوري. ألف ميم حاء قاف، بالطبع، يعني أنت محقة بالطبع. المعذرة يا فتيات. أبوالا، لما لم تخبريني أن لا تورمنتا هي جارتنا الجديدة؟ ماذا؟ لا تكوني سخيفة، اسمها بلانكا جوزمان. علي الآن أن أخرج نيلسون من مرحاض الكلاب مجدداً. أظن أبويلا مخطئة، وأظن بلانكا هي لا تورمنتا. أتمنى لو بإمكاننا التأكد. ربما نستطيع سؤالها. لا نستطيع ذلك، لن تكشف المقاتلة هويتها السرية، لكن لو عندها قناع المصارعة سنعرف بالتأكيد. كيف سنعرف ذلك؟ اتركي الأمر لي. هذه هي الحياة. كيف سندخل شقة بلانكا بمنح سيرجيو يوم عناية شخصية؟ لأن شقتها في الأسفل، علينا اختلاق مشكلة في التمديدات الصحية. فكرة رائعة حقا. مزيد من الفقاعات. على الروح. إن كان السقف يسرب هنا فينبغي بك تفقد حمام العمة فريدا في الأعلى، وسنبدأ بالتنظيف هنا. أنت مساعدة جيدة حقا. بسرعة.
بسرعة لنجد القناع. لام هاء ألف، لنفعل هذا الآن. لا يوجد قناع هنا. أوه، يوجد جهاز تحكم. سيد، أنت عبقرية، وجدته. تنبعث منه رائحة النصر، ينبغي بك تجربته. أنا؟ لا، حسناً. عالق، دعيني أساعدك. من أطفال أنوار؟ من طازجة؟ سأحجزها. لديها وجه، أنا أريد مالي. أين اختفى؟ مستحيل أن يكون ابتعد. ديجي ديجي دين دين ديجي ديجي دين دين ديجي ديجي دين دين بيجي بيجي بوم بوم. القناع بحوزة سانشو. سانشو، هذا القناع ليس لك، يجب أن نستعيده فورا. يقول صارعي من أجله إن كنت تريدينه فعلا. تستطيعين يا روني آن. سأعود خلال ثانيتين، سيكون هذا سهلا. واو، نعلم الآن أين ذهب سحر لاتورمنتا. حقا؟ حسنا، لا مزيد من لطافة روني آن. أعطني القناع. هزيمة. حصلنا عليه، حصلنا عليه، حصلنا عليه. بئسا، لن تسمح لنا لجالينا أبدا بالاقتراب من لاتورمنتا، علينا تشتيتها. انتظري، أنا أعرف طريقتها في السخرية من خصومها. افعلي مثلي. رقصة النصر، 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 رقصة النصر. مرحى، أحب هذا الجزء، إنها دجاجة مجنونة. رقصة النصر. إما الآن أو لا. توقعات طقس العودة. انطلقي يا لاتورمنتا. ثبتي الدجاجة. واحد، اثنان، ثلاثة. الآن دافعت لاتورمنتا عن لقبها. أروع نزال على الإطلاق. هذه مفاجأة رائعة. هاتان صديقتاي بالمدرسة جاكي وماندي، وهذان صديقاي بالعمل ميغال وفيونا. أهلا بكما. لقد اشترينا الكثير من الأحذية الجميلة، ووفرنا مالا من التخفيض الموسمي. التخفيض الموسمي؟ يبدو أن حديثكن سيطول، سوف أذهب. وأنا أيضا. أراك مساء يا لاني. في السابعة. ولدي مشروبكما المفضل. أوه، لم أدرك أنه حفل فعليا. لا أحد غيرنا، هيا تعرفوا على بعضكم يا رفاق. دعونا نلعب لعبة التعارف. فعلى كل بطاقة حقيقة عن شخص بالغرفة، خمنوا من هو. يا ميغال ابدأ أنت. أحب القهوة بنكهة التوابل، إنها ماندي. صحيح، كيف عرفت؟ أوه، إذا كان اسمك هو ماندي فالقهوة بالتوابل هي علامتك المميزة. عجباً، أنتما تعرفان بعضكما جيداً. جاكي، دورك. أنا لدي ابتسامة ساحرة. لابد أنها ماندي. الحقيقة إنه ميغال. أنا لا أرى ذلك. اكتفيت من هذا. هذه تقول أنا انهزامي. لنجرب شيئاً آخر. حسناً، أنا سأبدأ. أختار التفاح. ماندي، أنت تالية. أنا أجيد هذه اللعبة. سأذهب إلى الأناناس. أجيدها أنا أيضاً، ولأنني مدرب يوغا. اخترت العنب. ليني، ألم أخبرك؟ اضطررت للتعامل مع مستغل أمس. أوه لا، هذا مريع. المستغل هو من يستخدم كوبون منتهي الصلاحية.
عليكم العمل معنا لفهمها. لاني، أرأيت الملابس التي ارتدتها رشيدة؟ إنها من صنع إيدي إيدي بيج بانج. هكذا نقول كلمة رائعة. عليكم الذهاب للمدرسة لفهمها. لاني، أشكرك على مساعدتي في تخفيضات 12 ساعة، وهذا جعلني أفكر كيف أن العمل معاً هو الرابطة الأقوى هنا. لكنني أرى أن الصداقة الحقيقية ليست شيئاً يمكن إيجاده في العمل. عصيري. حقيبتي، كان حادثاً. ألم تقل من قبل إنك مدرب يوغا؟ لاني، كانت فكرة مريعة. لماذا نتسكع معهما؟ صدقيني، لا نريد ذلك أيضاً. هيا نذهب. نحن أيضاً سوف نذهب. مهلاً يا رفاق، لم يتثنى لنا أكل كعكة أفضل الأصدقاء. المعذرة يا ليني، وبالمناسبة يا ميغال، الجميع يحب قهوتي ما عدا مدربي اليوغا المتكبرين. عجباً، إن ليني تتحمل الكثير حقاً بسبب أصدقائها. ستختفي هذه الموضة قبل أن أجربها. أنتما ثانية. ألم تخبركما ليني بلون هذا الموسم؟ ألم تخبرك أنك سمين لهذا البنطال؟ كفى! ليني أخرجي، اختاري إما هم أو نحن. أوبس، آسفة. أليست ليني معكما؟ ظنناها معكما. هل قررت أن تتجنبنا؟ حلقة الأسبوع عن أصدقاء الملابس. كانت محتار بين الجلد المدبوغ والمقلم الكلاسيكي. أفضل أصدقائي هنا لمساعدتي في اختيار ملابسي. مرحباً ليني، ماذا يجري؟ أين أنت؟ مرحباً، هل هناك تخفيض؟ لما قمت بالتخلي عنا؟ ألديك مجموعة أخرى من الأصدقاء؟ آسفة، بغض النظر عمن سأذهب معه سأسبب إزعاجاً، لذا قررت البقاء بالمنزل. علي الذهاب حتى لا أفسد يومكم. عجباً، فوتت ليني تخفيضها المفضل بسببنا. نحن أسوأ أصدقاء. أوه، أنتم؟ جيد، اسمعوا ما سأقوله. هناك ما يجب علينا قوله لك. لا، أنا أولاً، إن لم نذهب للمتجر ستصعدون لغرفتي لجعلي فتاة ناضجة. ليس هذا ما أقصد، كنت سأتدرب على هذا في الحافلة. ليني، لا عليك، لقد جئنا لنعتذر. تصرفنا مثل الحمقى، فلقد شعرنا بالغيرة. في الحقيقة لم نكن أصدقاء جيدين، لكن سنحاول أن ننسجم. لأن آخر ما نريده هو خسارتك كصديقة. هذا لطيف جداً، شكراً لكم. أتودون الدخول؟ أشاهد عرض أصدقاء الملابس. أحب ذلك العرض. أول مرة يركب فيها ابننا القطار. مرحبا يا كارت. أهلا أديليد. اسمي السيدة كاسا غراندي تشانغ، احتفظت بلقبي. خاتم من الحلوى، إنك مبذر. ماذا تقول يا فروغي؟ تريد من أبيك أخذك لقمرة سائق القطار؟ على الأب تغيير حفاض رضيعي أولاً. هذا غير صحيح، أظنه يجب أن تفعل أمه هذا. الأم مرهقة من العمل في المحكمة العليا. لا تنسى دهان حفاض الرضيع، فجلده حساس. الطفح. آسف يا فروغي، أحتاج إلى إلهاء. لا، إن رضيعنا مفقود الآن، علينا إيجاده. ماذا؟ فروغي مفقود؟ لا، لن تفعل أيها الضفدع. المعذرة. هيا يا كارل، عليك الإمساك به. أين أنت؟ مرحبا سيدتي، أديليت قالت إنني ربما أرى قمرتك. حسنا، يمكن أن تدخل. الماكر الصغير كان يستغلني طوال الوقت. يا كارل، انظر إلى هذه الرافعة، ألا تريد جذبها؟ كارل، فلتضغط هذا الزر. لا، اضغط هنا. هيا يا كارل، كارل، واحدة. ضغطة واحدة. توقف أيها القطار. هذه الأزرار الرائعة، ألا تريد الضغط عليها؟ مثل هذا الزر اللطيف، إنها ضغطة واحدة. سيدة تشانغ طلب مني عدم لمس أي شيء. شيء مؤسف، لما لا تضغط الزر على رأسي؟
حسناً، ما أسوأ شيء قد يحدث؟ حسناً، خفضت درجة الحرارة، هذا ليس سيئاً. أعتقد أنني سأضغط على هذا الزر. مجموعة أغاني القطار. لم الصوت عال هكذا؟ أغلقوا أغلقوا أغلق. علي أصنع هذا. القطار ينطلق بأقصى سرعة. تدربت كثيراً على هذه الطوارئ. نعم. سيد تشانغ لن يدخلني قمرته ثانيةً. أعرف شخصاً سيساعدني. أديليد، كيف أوقف القطار؟ ماذا قلت يا فراغي؟ لا تسمع شيئاً ولا أنا. أديليد أرجوك، أحتاج المساعدة. آسفة، أساعد الأصدقاء ولا أساعد من يستغلونني. أنا آسف حقاً، هل يمكنك مساعدتي؟ حسناً. إذن أدرت مكيف الهواء ومزيج أغاني أبي للقطار وقمت بتغيير السرعة، يمكنني إصلاح هذا. واو، أنت بارعة في هذا. بالطبع، لقد فزت مرتين بجائزة السائقين الصغار. من الصعب علي قول هذا، لذا هو سيقوله. شكراً على مساعدة كارل، أنت أروع مما تخيل، سيكون محظوظاً بصداقتك. حقاً؟ أجل، لقد أنقذتني اليوم بالفعل حتى بعدما تصرفت بحماقة، لكن أنا سوف أصلح الأمر. أميرتي الخارقة، الشاي جاهز. حفلات شاي الأبطال هي الأفضل. أنسة في مشكلة. لا تقلق يا فراغي، أديليد وكارل هنا للإنقاذ. فراغي قبلة.